يعني اليوم رئيس تحرير الجيروزاليم بوست كتب يقول لن يعود شيئا كما كان بعد اليوم. يعني التوجه الإسرائيلي أو المناخ الإسرائيلي العام والذي له علاقة بتداعيات ما يحصل والذي عنوانه الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، كيف يمكن قراءة ردود الفعل الإسرائيلية على هذا النهار؟ صحيح أن شيئا لن يعود كما كان، والمقاومة ما قبل هذه المعركة ليست كما بعدها، وبالتالي هذا الكلام صحيح لكنه من طرف المقاومة وليس من طرف الاحتلال. الاحتلال واضح موقفه المتخبط الضعيف بشكل غير مسبوق، يقع في أزمة حقيقية في التعامل مع الفعل المقاوم العظيم. ارتبك طوال الفترة العملية العسكرية التي قامت بها كتائب القسام، تفاجأ من حجم وطريقة وتوقيت الهجوم. الآن أي يعني ترتيبات أو أي هجمات من الاحتلال ستكون في إطار يعني موقف الضعيف، بعدما حسمت المقاومة المعركة بطريقتها وسجلت صورة الانتصار العظيمة التي شاهدها الجميع. نحن نحذر هذا العدو الصهيوني من أن أي حماقة يرتكبها في قطاع غزة ستواجه بمقاومة تفاجئ كما فاجأنا في الضربة الأولى لهذه المعركة. نعم. أستاذ الشعب الفلسطيني لن يقاتل لوحده. أستاذ حازم، يقول نتنياهو في هذه الأثناء سننتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ وسنستهدف كل مواقع حماس في غزة وقادتها. يعني سنستهدف كل مواقع حماس في غزة وقادتها. نعم، هو قبل ذلك وفي المعارك السابقة استهدف كل مواقع حماس وحاول أن يغتال كل قياداتها واغتال قيادات لحماس طيلة فترة الصراع، بدءا من مؤسس الشهيد أحمد ياسين وصولا إلى استهدافات اليوم. هو لم يتردد ولا للحظة أو فترة أو في أي مرحلة عن استهداف أبناء شعبنا الفلسطيني. بالتالي نحن لا تخيبنا هذه التهديدات. من دخل هذه المعركة بهذه الطريقة وبهذه القوة هو يدرك مآلاتها. سنواصل دفاعنا المشروع عن شعبنا الفلسطيني ونضالنا من أجل استرداد أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحية. وفي الوقت نفسه يقول نتنياهو: أقول لحماس إنكم مسؤولون عن سلامة كل رهينة إسرائيلية لديكم. هذا الكلام لا يعنينا. حماس في كل مرة قدمت نموذجا إنسانيا راقيا للتعامل مع الأسرى، وكان ذلك واضح في أسر شاليط وغيره من الأسرى الذين أسرتهم قبل أعوام طويلة. هذا بالنسبة لحماس بعد أخلاقي وديني واضح، التزاما بالتعاليم الوطنية وبالتعاليم الدينية في التعامل مع الأسرى. بالتالي ما نحافظ عليه انطلاقا من مبادئنا ومن أعرافنا الدينية والقومية وليس خوفا من أحد. منذ قليل تحدث الأستاذ عبد الباري عطوان ضمن مداخلة في هذه الحلقة وتحدث عن إمكانية أن تنتهي هذه المعركة بحرب قد تصبح شاملة في المنطقة كلها. هل ترون أن هناك احتمال بهذا الأمر؟ هذا يعتمد على سلوك الاحتلال. حماس لديها بالتأكيد حلفاء، لديها حضور في أكثر من مكان، وقد تتوسع المعركة إذا ما الاحتلال وسع من عدوانه على قطاع غزة. نعم، أعتقد أن الاحتلال سلوكه هو الذي يحكم هذه المسألة تماما. إذا أنتم مستعدون، يعني في لما بيدخل الواحد بمعركة معينة بيكون في سيناريوهات موضوعة، هل أحد السيناريوهات لديكم هي حرب طويلة المدى، حرب شاملة؟ يعني هل أنتم مستعدون لكل هذه الاحتمالات؟ نعم بالتأكيد، من خطط ورتب لهذه العملية بهذه القوة وهذه الجرأة وهذا الحجم من الفعل العسكري هو بالتأكيد يدرك أن حجم الرد الفعل الذي من المتوقع أن يكون، وضع كل السيناريوهات على الطاولة من ضمنها الحرب الطويلة والمعركة المفتوحة، وهذا أهلنا نفسنا له. عمليا نحن حركة تحرر وطني فلسطيني والشعب الفلسطيني في مرحلة تحرر وطني فلسطيني، ومن الطبيعي أن تستمر هذه المعارك. نعم.
شكرا لك أستاذ حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة، كنت معنا مباشرة من داخل غزة عبر تطبيق زوم. شكرا على إطلالتك معنا في هذه الحلقة.